السلام عليكم ورحمة الله. نشرة إخبارية مباشرة تأتيكم من قناة العيون، نستهلها كما العادة بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك يبعث بقية تعزية ومواساه إلى صاحبي الجلالة الملك دون فيليب السادس والملكة دونيا ليتيسيا على إثر الفيضانات التي اجتاحت منطقة فالنسيا. جلالته بعث أيضا برقية تعزية ومواساه لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ويعطي جلالته تعليمته السامية لوزير الداخلية بإجراء اتصال هاتفي مع نظير الإسباني لإخباره طبقا للتعليمات الملكية السامية أن المغرب على أتم الاستعداد لإرسال فرق إغاثة وتقديم المساعدة الضرورية لإسبانيا من أجل مواجهة هذه الكارثة الطبيعية. وبالقصر الملكي بالرباط، جلالة الملك يقيم مأدبة عشاء رسمية على شرف رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إيمانويل ماكرون وحرمه السيدة بريجيت ماكرون والوفد المرافق له بمناسبة زيارة فخامته للمملكة المغربية بدعوة كريمة من جلالة الملك. الجمهورية الفرنسية تعلن اعتماد الخريطة الرسمية للمملكة المغربية تشمل صحراءها، كما تعلن تعزيز الحضور القنصلي والثقافي بالصحراء المغربية في إطار أجراءات الموقف الفرنسي الداعم للسيادة المغربية على الصحراء. ومن العيون، نرصد زيارة لوفد حقوقي من دولتي الشيلي والإكوادور ليطلع على المنجزات الحقوقية والتنموية التي تشهد الصحراء المغربية. أهلا بكم. يحضر معي ضيفا في البلاطو الأستاذ محمد سالم بن الفتاح، باحث ومهتم بقضية الصحراء ورئيس المرصد الصحراوي إعلام وحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك. أهلا بك، شكرا على الاستضافة. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية تعزية ومواساة إلى صاحبي الجلالة الملك دون فيليب السادس والملكة دونيا ليتيسيا على إثر الفيضانات التي اجتاحت منطقة فالنسيا. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقيت ببالغ التأثر النبأ المفجع للفيضانات التي اجتاحت منطقة فالنسيا والتي خلفت خسائر بشرية ومادية فادحة. وأضاف جلالته: وأمام هول هذه الأحداث المؤلمة أود أن أعبر لجلالتكما عن أصدق تعازينا وعميق مشاعر مواساتنا وتضامننا معكما ومع عائلات الضحايا وكافة الشعب الإسباني الصديق. وقال جلالة الملك أيضا: وتفضل صاحبي الجلالة بقبول أسمى عبارات تعاطفنا وتضامننا وعميق مودتنا وتقديرنا. كما بعث جلالته برقية تعزية ومواساة لرئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز على إثر الفيضانات التي اجتاحت منطقة فالنسيا. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقيت ببالغ التعثر النبأ المفجع للفيضانات المدمرة التي اجتاحت منطقة فالنسيا الإسبانية مخلفة أضرارا بشرية ومادية جسيمة. وأضاف جلالته: وفي هذا الظرف الحزين والأليم لا يسعني إلا أن أعبر لفخامتكم ومن خلالكم إلى عائلات الضحايا والمتضررين ولكافة الشعب الإسباني الصديق عن أصدق تعازينا وعميق مشاعر مواساتنا وتضامننا. وقال جلالة الملك: وتفضلوا فخامة رئيس الحكومة بقبول أسمى عبارات تضامننا ومواساتنا وعميق تقديرنا. وعلى إثر الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بإسبانيا، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تعليماته السامية لوزير الداخلية بإجراء اتصال هاتفي مع نظيره الإسباني. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه خلال هذا الاتصال أخبر الوزير نظيره الإسباني أن المغرب طبقا للتعليمات الملكية السامية على أتم الاستعداد لإرسال فرق إغاثة وتقديم كل المساعدة الضرورية لإسبانيا من أجل مواجهة هذه الكارثة الطبيعية. كما جدد الوزير بحسب البلاغ تقديم عبارات التعازي والتضامن للسلطات الإسبانية ولعائلة الضحايا.
أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحبات السمو الملكي الأميرات الجليلات للا خديجة وللا مريم وللا أسماء وللا حسناء مساء أمسنا الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط مأدبة عشاء رسمية على شرف رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إيمانويل ماكرون وحرمه السيدة بريجيت ماكرون. التفاصيل. بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية علاقات متينة تدعمها إرادة قوية على أعلى مستوى لجعلها نموذجا يحتذى لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول. يحرص البلدان على تكريس إطار سياسي شامل ومستقر ودائم يتطلع إلى مستقبل مشرق يستجيب للتطلعات. تفتح زيارة فخامة السيد إيمانويل ماكرون لبلادنا بدعوة كريمة من جلالة الملك آفاقا أرحب في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، تكريسا للرغبة التي تحظو المغرب وفرنسا قيادة وشعبا لنسج روابط أوثق ترجمة لطموحات الشعبين الصديقين. بفضل هذا المنعطف التاريخي ستشهد العلاقات المغربية الفرنسية قفزة نوعية وسترقى إلى مستوى تعاون ثنائي متين، والبلدان ماضيان نحو ترسيخ شراكتهما على أسس صلبة ترتكز على روابط ودية وأواصر صداقة قوية وعلى الاحترام المتبادل والتعاون المثمر. بالقصر الملكي بالرباط أقام جلالة الملك محمد السادس حفظه الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبصاحبات السمو الملكي الأميرات الجليلات للا خديجة وللا مريم وللا أسماء وللا حسناء مأدبة عشاء رسمية على شرف رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إيمانويل ماكرون وحرمه السيدة بريجيت ماكرون اللذين يقومان بزيارة دولة لبلادنا بدعوة كريمة من جلالة الملك. هي محطة جديدة من محطات مسار طويل لعلاقات مغربية فرنسية عريقة متعددة الأبعاد تتكامل فيها الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والثقافية. حسن استقبال وكرم ضيافة يعكس عمق العلاقات الثنائية القائمة على شراكة راسخة وقوية بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتطوير الروابط التي تجمع الدولتين. يسعى البلدان إلى تعزيز التقارب السياسي والاستراتيجي كآلية ناجعة لرفع التحديات ورسم خارطة طريق جديدة لمسار علاقات متجذرة. حضر هذه المأدبة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لضيفي المغرب الكبيرين، كما حضرها رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والمستشارين ومستشار جلالة الملك وأعضاء الحكومة والعديد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية وعدد من الشخصيات المنتمية لعالم الاقتصاد والفن والثقافة والرياضة. خصص للرئيس الفرنسي وحرمه استقبال كبير يليق بمتانة وقوة الروابط بين بلدين لا تجمعهما الاعتبارات السياسية والدبلوماسية فحسب، بل يربطهما غنى التاريخ المشترك، كما يترجم هذا الاستقبال عمق الصداقة بين شعبين تحذوهما رغبة أكيدة في تطوير العلاقات الثنائية. تم خلال هذه الزيارة التاريخية التوقيع على إعلان يتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية والرامية إلى تمكين البلدين
من رفع جميع التحديات التي تواجههما بشكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي. تم خلال الزيارة أيضا التوقيع على 22 اتفاقية تغطي مجالات تعاون عديدة، من شأنها أن تعزز الإطار القانوني الذي ينظم الروابط بين البلدين الصديقين. في ختام مأدبة العشاء، يودع جلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون وحرمه السيدة بريشيت ماكرون، وقد أدخلت زيارتهما علاقات البلدين في منعطف جديد يقوم على شراكة استراتيجية وطيدة خدمة لمصالح شعبين صديقين يتوقان إلى المزيد من التقارب والتعاون البناء. زيارة تاريخية من شأنها فتح عهد جديد في العلاقات المغربية الفرنسية، بالنظر إلى المباحثات المثمرة التي أجراها جلالة الملك مع ضيفه الكبير، والتي ستكون لها انعكاسات جد إيجابية على مستقبل الشراكة بين الدولتين. هي علاقات ثنائية استراتيجية على أكثر من مستوى، وهي محطة أخرى من المحطات الداعمة لمسار العلاقات القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. العلاقات المغربية الفرنسية علاقات استراتيجية ومتعددة الأبعاد. الموقف الفرنسي الداعم للسيادة المغربية على الصحراء قد انتقل بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق غير محدودة للتعاون، موقف يكتسب قوته يوما بعد يوم من خلال بدء أجرعة التدابير المتعلقة بالتنزيل الفعلي لهذا الموقف التاريخي. وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جون نويل بارو يعلن اعتماد الخريطة الرسمية للمملكة المغربية تشمل صحراءها في الموقع الرسمي للوزارة، كما أعلن تعزيز الحضور القنصلي والثقافي بالصحراء المغربية. تقرير غالي الجرحي. من الوضوح إلى الأوضح ثم إلى الحسم، موقف فرنسي واضح وصريح من قضية الصحراء المغربية، موقف بعنوان دعم فرنسا لسيادة المملكة المغربية على صحرائها، ولا حاضر ولا مستقبل لهذه المنطقة إلا تحت السيادة المغربية، مع تجديد التأكيد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الوحيد والأوحد لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، موقف عبر عنه الرئيس الفرنسي في رسالته التاريخية إلى جلالة الملك التي تزامنت مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 25 لعيد العرش المجيد، واليوم بشكل مباشر في قبة البرلمان المغربي. وهكذا كان. Le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. أؤكد هنا أمامكم بالنسبة لفرنسا، حاضر ومستقبل هذه المنطقة لن يكون إلا تحت السيادة المغربية. مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الذي يجب أن يتم عبره حل هذه القضية، ومقترح الحكم الذاتي لسنة 2007 يشكل الأساس الأوحد لإيجاد حل سياسي واقعي مستدام ومتفاوض بشأنه طبقا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة. نعم، راسخ في التاريخ، يحترم الحقائق، وواعد للمستقبل. هذا الموقف هو الذي ستتبناه فرنسا وتفعله لمواكبة المغرب في الهيئات الدولية. الموقف الفرنسي الجديد يعتبر انعطافة جديدة قوية في ملف الصحراء المغربية، والذي رجح كفة يعني الأخذ
خطة الحكم الذاتي كمقترح سيمنح الصحراويين تسيير أنفسهم بأنفسهم. هذه الخطوة الجديدة للحكومة الفرنسية أو لدولة فرنسا هي خطوة محددة بشكل كبير جدا. لماذا؟ لأنها دولة عضو في مجلس الأمن ولأنها كذلك عارفة يعني دواليب الملف ولأنها رجحت حقيقة تاريخية تصب في يعني فرض الأمن والسلم في هذه المنطقة وتعطي كذلك استجابة سريعة لتطلعات السكان بالأمن وبالحياة الكريمة. موقف واضح وصريح يشق تاريخ العلاقات بين البلدين إلى ما قبل هذا القرار التاريخي وما بعده، حيث استشراف لصفحة جديدة وفصل أكثر إشراقا للشراكات الاستثنائية بين باريس والرباط، شراكات تشمل كامل التراب المغربي في أجراءة مباشرة للقرار الفرنسي، حيث اعتمدت خارطة المملكة كاملة في موقع وزارة الخارجية الفرنسية، مع الإعلان عن تعزيز حضور فرنسا القنصلي والثقافي بالصحراء. هذه الشراكة الاستثنائية تهم كل المجالات وكافة الأراضي المغربية بما فيها الصحراء المغربية كما صرح به فخامة الرئيس بقوله إن مستقبل وحاضر الأقاليم الجنوبية هو تحت القيادة السديدة للدولة المغربية. وتطبيقا للقول بالفعل يسعدني أن أعلن اعتماد الخارطة المغربية كاملة في الموقع الرسمي للخارجية الفرنسية. المقاولات الفرنسية تواكب تطور الأقاليم الجنوبية عبر استثمارات ومبادرات دائمة لصالح السكان المحليين. الأسبوع المقبل سيتوجه سفيرنا إلى الصحراء المغربية بهدف تعزيز حضور القنصلي والثقافي، وهو ما سيعزز التعاون الفرنسي حيث يشكل مخطط الحكم الذاتي الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع. لم تكن فقط كلمات بينما تم ترجمتها إلى أفعال، بحيث أنه تمت الإشارة إلى توسيع العمل القنصلي في الأقاليم الجنوبية من أجل التعاون الثقافي وجلب استثمارات يعني بمليارات الدولارات على مستوى المملكة كاملة، وخاصة في المناطق الجنوبية التي أصبحت يعني مستقبل للقوة العالمية من أجل الاستثمار في الصحراء وجعلها وجهة استثمارية واعدة في أفق سياسة الحكيمة لصاحب الجلالة. زيارة ماكرون كانت زيارة استثنائية حملت مع مجموعة من الدلالات السياسية المهمة في إطار التعاون الثنائي بين المغرب وفرنسا. أيضا كان اعتراف قوي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وأيضا كانت فرصة لمجموعة من الشراكات الاستراتيجية فيما هو اقتصادي وفيما هو ثقافي، وأيضا في توطيد العمل الدبلوماسي وأيضا التعاون بين فرنسا والمغرب. التاريخ ليس من الصدفة، ما أشبه اليوم بالأمس، اليوم فرنسا وبالأمس القريب الولايات المتحدة الأمريكية، القوتان العظمتان والعضوان الدائمان بمجلس الأمن الدولي داعمان لسيادة المغرب على صحرائه، مع اعتبار الحكم الذاتي الحل الوحيد والأوحد للطي النهائي للنزاع المفتعال حول الصحراء المغربية. مواقف عدة تناسلت قبل هذه القرارات وبعدها من أوروبا وباقي قارات العالم، عنوانها الأبرز: لا حل للنزاع المفتعال حول الصحراء المغربية خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. أعود للترحيب بضيفي الأستاذ محمد سالم عبد الفتاح، أجدد الترحاب بك طبعا من خلال التقرير بزيارة الدولة لفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعوة كريمة من جلالة الملك. اليوم العلاقات المغربية الفرنسية وهذا الاعتراف الصريح بمغربية الصحراء من خلال الرئيس الفرنسي ترجمة فعليا من خلال وزارة الخارجية الفرنسية ب يعني اعتماد خريطة الصحراء كاملة، وكذلك اعتماد حضور القنصلي والثقافي بالصحراء المغربية. كيف تقرؤون هذه الخطوات بناء دولة فرنسية؟ بالفعل شكرا أولا على الاستضافة، تحية لك وللمشاهدين. بالفعل نحن نتحدث عن خطوات عملية تروم التنزيل الفعلي لهذا الموقف المتقدم الذي تبنته فرنسا على أعلى المستويات، الأمر الذي يحيل على موقف سيادي
بالفعل أعلن عنه رئيس الجمهورية الفرنسية، لكنه بات تتبناه مختلف قطاعات رسمية. هذا ما يؤشر عليه مثلا طبيعة الوفد الرسمي، زهاء 10 وزراء يمثلون مختلف القطاعات الرسمية، إلى جانب أيضا الفعاليات المدنية والسياسية الحزبية ويعني المجتمع المدني وحتى الثقافية والفنية والأكاديمية، لأنه إلى جانب موقف رسمي كان عفوا إلى جانب الوفد الرسمي كان هناك أيضا العشرات من الفعاليات من المستثمرين ومن الفنانين ومن الأكاديميين رفقة الرئيس الفرنسي، الأمر الذي يحيل على تيار عارم داخل دوائر صنع القرار وداخل الأوساط المدنية والسياسية تدفع بهذا التوجه، توجه نحو المصالحة مع المملكة، نحو الاعتراف الصريح بواقع السيادة المغربية، لأنه أيضا تصالح مع طبيعة هذه الشراكة الاقتصادية لتجمع الجانبين. نحن نتحدث عن الشريك الاقتصادي الأول، عن المستثمر الأول في المملكة، عن شراكة متعددة الأبعاد تشمل مختلف المجالات مختلف قطاعات، وكل هذه الشراكات التي بالمناسبة تعود لفترة الاستقلال، يعني تنطلق من زخم أيضا تاريخي، كلها تشمل الأقاليم الجنوبية المملكة، وبالتالي هي مقاربة براغماتية تروم تحقيق المصلحة الفرنسية، ولكن أيضا تروم تحقيق الصالح المشترك، نظرا إلى أنه أيضا هناك يعني آفاق استثمارية واعدة في هذه الأقاليم الجنوبية باتت تستقطب أنظار يعني الفاعل السياسي الفرنسي إلى جانب أيضا الفاعلين الاقتصاديين، الأمر الذي يحيل على هذه أو يفسر هذه الخطوات العملية من قبيل تعزيز الحضور القنصلي، لأنه هذا الحضور القنصلي سيواكب جهد استثماري وسيواكب حضور أيضا سياسي وسيواكب جهد تنموي تنخرط فيه فرنسا وتدعم فيه المملكة. طبعا في هذا الإطار يعني تم توقيع 22 اتفاقية تشمل يعني القطاعات الاستراتيجية وتشمل مثلا جميع القطاعات الحية، هذا سيعزز من 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 عمل ومن وثاقة يعني العلاقة المغربية الفرنسية، خاصة على المستوى الميداني وعلى مستوى التنزيل وجلب يعني جلب استثمارات بما ذلك الاستثمارات الخاصة بالأقاليم الجنوبية. بالتأكيد الجانب الاقتصادي كان حاضرا سواء في الإعلان الذي كشف عنه ماكرون في مراسلته لجلالة الملك في يوليو الماضي، ولكن حتى في كلمة ماكرون أمام البرلمان المغربي حينما أكد على انخراط فرنسا في هذا الجهد التنموي الذي يروم تحقيق أولا مصلحة ساكنة هذه الأقاليم بالدرجة الأولى، ولكن أيضا هو انخراط في حقة الأمر في هذا الإشعاع الذي بات تراكمه المملكة في هذه الأقاليم. نتحدث عن جهد تنموي بذلته المملكة منذ عقود من زمن منذ استرجاع هذه الأقاليم، ونتحدث أيضا عن مبادرات مثلا نموذج التنمية الخاص بهذه الأقاليم، الاعتمادات المالية الكبرى المخصصة للتنمية في هذه الأقاليم، وأيضا موقع هذه الأقاليم ضمن مبادرات تتعلق بأعلن عنها عاهل البلاد، ويعني بات تتعلق مثلا بتعزيز التبادل والاندماج الاقتصادي ما بين بلدان إفريقيا الأطلسية، تتعلق أيضا بتمكين بلدان الساحل الملوج الواجهة الأطلسية. هي يعني مبادرات تروم تعزيز موقع المملكة كبوابة قارية. رئيس الفرنسي ماكرون أعلن في أشار في كلمته لأنه هذه شراكة بالتأكيد هي متعددة الأبعاد، ولكنها منفتحة على مختلف الفاعلين سواء على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة في القارتين الإفريقية والأوروبية. يعني نتحدث عن المملكة التي بات تقوم بأدوار ريادية منذ عودتها للحضن القارة وقيادتها لهذه المبادرات، ولكن نتحدث أيضا عن فرنسا الاقتصاد الثاني على مستوى القارة الأوروبية، الدولة الفاعلة داخل الاتحاد الأوروبي، الدولة الفاعلة أيضا داخل حلف الناتو، والدولة الفاعلة داخل مجلس الأمن متمتعة بحق النقد وبالعضوية الدائمة، وبالتالي بالتأكيد على أن هذه الشراكة المنفتحة ستستقطب أنظار الفاعلين الدوليين المهتمين بهذا الفضاء بهذا المجال الحي، وبالتأكيد ستتابع مواقف مشابهة. نعم جميل. الأستاذ محمد سالم عبد الفتاح، نرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. قرار فرنسا الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية منح العلاقات الثنائية بعدا آخر، فهو من جهة إنصاف لحق المغرب في صحرائه بناء على المعرفة الفرنسية الدقيقة بالملف، ومن جهة أخرى سينتقل بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق غير محدودة سياسيا واستراتيجيا. نوال قراري وتفاصيلها. المغرب وفرنسا
علاقة التاريخ وقدر الجغرافيا، استطاع معا تجاوز أعطاب التاريخ ومكر السياسة. الكلمة المفتاح في ذلك مغربية الصحراء، فرنسا التي تعي جيدا حقيقة انتماء الصحراء لمغربها، تعرف خبايا الملف. فرنسا على علم كامل بتاريخ المنطقة ككل. فرنسا تعلم أنها لولا تدخل الفرنسي لفائدة إسبانيا في سنة 58 لاسترجع المغرب الصحراء في 58. جيش التحرير المغربي كان على أبواب الوصول إلى حدود موريتانيا، وبالتالي كان هزم القوات الإسبانية في الصحراء. إذن فرنسا لها خبايا هذا الملف. والخبايا هي أيضا تاريخ مكتوب ووثائق وخرائط وشواهد وممارسات. الأرشيف الفرنسي شاهد عين. ماذا يحتوي هذا الأرشيف السري؟ كما تبين ذلك الوثائق الرسمية، نظام المخزني الذي كان معتمدا قبل الاحتلال هو الذي ستعتمده فرنسا وإسبانيا لإدارة شؤون الصحراء الشرقية أو الصحراء الغربية. بالنسبة للصحراء أو ما يسمى بواد الذهب أو الصحراء الإسبانية، فكانت توضع من ناحية السياسية والدينية من طرف الخليفة السلطاني المقيم في تطوان، رسائل للجنرال الإسباني المقيم الذي كان مقيما في المغرب، والذي صرح سنة 1969 على أن الصحراء مغربية ويجب أن تعود إلى المغرب، ولا حاجة للتفاوض مع أطراف أخرى. والتاريخ المشترك بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية صنعته أيضا مواقف الرجال. شواهد التاريخ تثبت أن رجالات الدولة من ساكن الإليزي ساندوا مغربية الصحراء. الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان الذي كان طالبا في المدرسة الوطنية للإدارة، وزار منطقة إفريقيا الغربية، وزار المغرب انطلاقا من الجنوب، واعترف كما أندري بونامي بضرورة أن يكون للموقف للمغرب موقف قدم وعلاقة مباشرة مع إفريقيا جنوب الصحراء، وهو الموقف الذي كان يسانده الرئيس الفرنسي جاك شيراك. بداية استعادة المغرب لصحرائه كانت فرنسا واقفة إلى جانب المغرب عسكريا حتى، وليس فقط يعني سياسيا، وبالتالي كانت دائما واقفة. طبعا ساندت فرنسا كذلك المقترح المغربي في سنة 2007، ساندت مساندة قوية في مجلس الأمن، وكانت الجزائر وصنيعتها الانفصالية كانوا دائما يقولون بأن أكبر حجر عثر في وجههم في الأمم المتحدة هي فرنسا. ثبات الموقف الفرنسي تجاه القضية الوطنية لن يقف عند هذا الحد. فرنسا ترصع موقفها بالتصرف بما يتماشى مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي. بالنسبة لي سنة 2024 نقطة تحول في ملف الصحراء المغربية. فرنسا انضمت لموقف الولايات المتحدة من خلال تأييد مغربية الصحراء بشكل صريح، وهو ما كنت أنتظره منذ فترة طويلة، وقد كانت لي مؤلفات حول هذا الموضوع. وواقع الحال بالصحراء المغربية أبهر كل مطالع على أوراش التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وهو الموقف الذي عبرت عنه النخب الفرنسية بكل مشاربها. الماروك a beaucoup investi. المغرب استثمر كثيرا في أقاليمه الجنوبية اقتصاديا واجتماعيا. زرت المطارات، الموانئ وموانئ الصيد ومحطات تحلية مياه البحر، واكتشفت المشاريع الزراعية في قلب الصحراء، وأيضا المستشفيات وخاصة المستشفى الجامعي بالعيون. نعم، مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل السياسي الوحيد لمسألة الصحراء المغربية، ومن الطبيعي ضروري الاعتراف بذلك. ومن موقع سياسي ثمنت موقف الرئيس ماكرون، وأنا أعرف جيدا نضالات المغرب ورجالاته ونضال جيش التحرير من أجل تحرير الصحراء.
وبكل وعي يتجه المغرب وفرنسا بعد موقف باريس المشرف من الوحدة الترابية للمملكة لرسم مرحلة نوعية ضمن علاقاتهما الثنائية، تنسيق وتعاون على المستويين السياسي والاستراتيجي في محيط إقليمي ودولي مضطرب. معاً يسيران نحو مستقبل واعد في صناعة تاريخ المنطقة بأكملها. فرنسا بطبيعة الحال عضو في مجموعة أصدقاء الصحراء التي تقوم بتكييف وإنجاز مشروع قرارات مجلس الأمن، ولو أن الولايات المتحدة هي حامل القلم ولكن فرنسا لها دور مهم باعتبارها تشرف على المنطقة منذ عدة عقود، لكن أكثر من ذلك فرنسا لها علاقات جد متطورة مع البلدان المعنية بالنزاع، سواء تعلق أمر ببلدان الجوار أو بباقي البلدان الأوروبية. وبالتالي عندما صدر هذا الاعتراف بواسطة الرئيس الفرنسي جاء بكيفية ربما تجاوزت كل البلدان الأخرى، وبهذا تكون ربما فرنسا سبقت حتى التطورات التي أعتقد أنه سيعرفها الملف داخل مجلس الأمن. المغرب اخترق قلاعاً صعبة، هدم أباطيل حيكت بعناية شديدة، وأحال أوهام من يمنون النفس بدويلة على أرضه إلى مجرد سراب، واليوم يواصل عبر عواصم العالم جني ثمار دبلوماسية ملكية جريئة وهادئة حولت التحديات إلى مكاسب وفرص. أعود للترحيب بضيفي الأستاذ محمد سالم الفتاح، تابعنا في التقرير. الآن ما بعد الموقف الفرنسي، موقف الدولة الفرنسية من مغربية الصحراء، كيف سيؤثر هذا القرار، خاصة أن فرنسا تعتبر عضو بمجلس الأمن الدولي ولها حق النقد، وكذلك هي عضو بالاتحاد الأوروبي وهي قوة وازنة داخل المنتظم الدولي؟ بالتأكيد نحن حينما نقول أنه هذا حدث بارز لعله يعني يشكل منعطف تاريخي في مسار هذا النزاع المفتعل، نحن لا نبالغ إذا ما يعني قدمنا هذا التوصيف، لأنه فرنسا بالفعل هي دولة فاعلة في المنطقة، ينبغي لا ننسى على أنها هي المستعمر السابق لجل بلدان المنطقة، خاصة الطرفين الرئيسيين المغرب والجزائر، هي أيضا دولة فاعلة في هذا الجوار، جوار غرب القارة وبلدان الساحل وشمال القارة الإفريقية، وفاعلة أيضا في الساحة الأوروبية، لكن دورها الأهم يكمن في عضويتها في مجلس الأمن، لأنها دولة تتمتع بحق النقد، بإمكانها تعطيل مقترحات القرارات، مسودات القرارات التي لا تناسب مبادئ توجهات سياستها الخارجية. بالتالي هي أيضا تهتم بشكل يعني أساسي بهذا الملف، نظرا لقربه أولا ونظرا لدورها التاريخي ربما حتى في اختلاق هذا النزاع المفتعل، من منطلق اطلاعها على حيثيات وعلى تفاصيل تطورات هذا الملف، لا سيما تلك الحيثيات التاريخية المتعلقة بتلك العلاقة الوطيدة التي ظلت عبر التاريخ تجمع هذه الأقاليم مع مركز الدولة المغربية، خاصة علاقات البيعة التاريخية التي ظلت دائما تجمع قبائل الصحراء مع ملوك وسلاطين الدولة العلوية على وجه الخصوص. وبالتالي هي بالفعل مطلعة على خبايا وعلى خفايا ربما لا يعلمها غيرها، هي يعني تمتلك أرشيف مهم. نعم. ربما هذا الاعتراف أيضا، هذا الموقف المتقدم يعني يمهد. نعم. لتعاون في هذا الجانب ما يتعلق ب يعني النبش في ذلك الأرشيف الاستعماري. نعم. المهم لدى الإدارة الفرنسية الذي سيعزز يعني الدلائل والقرائن التاريخية التي تصب في يعني تكريس حقيقة تاريخية باتت يعني باتت ماثلة، وهي تلك العلاقة الوطيدة التي تجمع الأقاليم الجنوبية بمركز الدولة المغربية. أقول على أنه دولة فاعلة خاصة في مجلس الأمن، عضويتها كدولة عضو دائم ولكن كدولة صاحبة حق النقد، ولكن أيضا دولة فاعلة فيما يتعلق بدعم الوساطة الأممية ودعم جهود الأمين العام الأممي ودعم المساعي الحميدة التي يبذلها المجتمع الدولي لطي هذا الملف، هذا النزاع الذي عمر أكثر من اللازم. هي دولة عضو في مجموعة أصدقاء الصحراء التي تناقش المسودات قبل تقديمها أمام قرار مجلس الأمن، ونحن يعني ربما اليوم وغدا سيصدر القرار الذي سيمدد ربما للبعثة الأممية لسنة أخرى، وسيتم
تكون هناك لمسة فرنسية، لأنه هذا يحيل على توقيت الهام لهذا القرار، يعني قبيل ربما بالتزامن مع صدور هذا القرار الأمي الذي ربما يكشف عن أولى لمسات هذا الإدارة الفرنسية فيما يتعلق بدعم الموقف المغربي. لكن الجهد الأهم يتعلق كما قال اليوم بالمناسبة في مقابلته مع وسائل إعلام مغربية رئيس إيمانويل ماكرون، أشار إلى أنه فرنسا ستقود، قال بالحرف ستقود حملة دبلوماسية داخل الاتحاد الأوروبي، ويقول على أنه هناك دول داخل الاتحاد الأوروبي بدأت تشرع في التفكير في تغيير موقفها، يعني تبعا للموقف الفرنسي. بالتأكيد سيكون له ما بعده، لأنه يأتي أيضا في سياق إفشال لمناورات عكف عليها خصوم المملكة في الساحة الأوروبية، خاصة توظيف إحدى الهيئات العدلية للتشويش على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع المملكة. هو حدث مزلزل بالنسبة للطرح الانفصالي بالنسبة لخصوم المملكة، وسيكون له ما بعده بالتأكيد. نعم أستاذ محمد سيد عبد الفتاح، طبعا الموقف الفرنسي الصريح والواضح ينضاف إلى مواقف سبقت، كذلك موقف إسبانيا، موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا مدعاة للدول الأوروبية ودول العالمية لأن تحت حذو فرنسا، لأنه بات من المؤكد والجلي بأن الصحراء مغربية تاريخيا ويعني ارتباطا ما بين التاريخ وما بين البيعة وما بين الجغرافيا والتراب. طبعا يعني لعل الموقف، لعل حيثيات تصريحات الرئيس الفرنسي، تفاصيل تصريحاته كانت كلها تصب في هذا الجانب، على أن فرنسا منخرطة في دعم المملكة، منخرطة في جهد دبلوماسي ستقوده فرنسا إلى جانب المملكة. وبالمناسبة هو توجه عارم، يعني فرنسا تعزز هذا التوجه، هو التوجه كان موجود كما أسلفت، كان هناك الموقف الأمريكي قبل زهاء 4 سنوات، كان هناك الموقف الإسباني قبل 2 سنين، ونيف هذين فاعلين مهمين جدا. الولايات المتحدة الأمريكية هي يعني الممسكة بالقلم فيما يتعلق بإعداد مسودات قرارات مجلس الأمن، هي المساهم الأبرز في البعثة الأممية، هي القوة الأكبر، ولكن إسبانيا أيضا هي المستعمر السابق للإقليم، وهي المطلعة إلى جانب فرنسا على حيثيات هذا النزاع المفتعل. بالتالي هو زخم كبير يتعلق بزهاء 30 قنصلية، اليوم 30 دولة تفتتح قنصليات، ما يزيد على 110 بلدان أعضاء الأمم المتحدة يؤيدون الموقف المغربي، قرابة 90% ربما ما يزيد على 87% من أعضاء الأمم المتحدة لا يعترفون بالكيان الانفصالي، حتى في الاتحاد الأوروبي 20 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي الغالب تتوالى كذلك يعني سحب الاعترافات وتجميد الاعترافات طبعا من الدول الأوروبية. بالتأكيد كان آخرها الإكوادور مثلا، إحدى دول أمريكا اللاتينية إلى جانب تشاد وملاوي مؤخرا افتتحا قنصليتان في مدينتي العيون والداخل، وكانتا تعترفان. بالنسبة لأوروبا لا توجد أي دولة تعترف بالكيان الانفصالي. فرنسا ستدعم هذا الزخم، ستدعم هذا الجود، يعني ستشارك بزخمها وبحجمها وبقوتها وبحضورها الكبير في الساحة الدولية وفي الساحتين الإقليميتين الأوروبية والإفريقية. شكرا لك الأستاذ محمد سالم الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام حقوق الإنسان والباحث والمهتم بقضية الصحراء، شكرا جزيلا. كل الشكر على الاستضافة. عفوا سيدي كريم. نواصل من الرباط، حيث احتضنت العاصمة لقاء تمحور حول آفاق التعاون الفرنسي المغربي من أجل انتقال نحو أنظمة فلاحية وغذائية مستدامة بإفريقيا. اللقاء الذي تميز بحضور الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، حيث أكد المشاركون على ضرورة إقامة منظومة بيئية داعمة ودامجة تلبي احتياجات الفلاحين على وجه الخصوص، مع بلورة حلول مبتكرة والمقاربات الإبداعية التي تشكل رافعة لمنظومة داعمة ودامجة. رشيد كن والتفاصيل. الأمن الغذائي ملف حاضر بقوة في أجندة الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون. الندوة التي نظمتها مجموعة المكتب الشريف للفوسفات وجمعت خبراء من النظام البيئي الزراعي الفرنسي المغربي، كان الهدف الأسمى منها هو دعم التبادل حول المبادرات الرامية إلى تعزيز مرونة واستدامة النظم الغذائية في إفريقيا، وذلك وسط سياق يتسم بحالة الطوارئ المناخية والحاجة إلى الابتكار في القطاع الزراعي. الرئيس المدير
المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات بسط توجهات المجموعة في مجال إنتاج الأسمدة باعتبارها الرائد الأول عالميا في هذا المجال. وأشار السيد مصطفى التراب إلى أن ساكنة العالم ستزيد بثلاثة ملايير نسمة في أفق 2050، نصف هذه الزيادة سيسجل بإفريقيا. وبالتالي فالحلول المقترحة من طرف المجموعة هو تكثيف الإنتاج الزراعي وخاصة الرفع من مردوديتها من خلال استعمال الأسمدة لتأمين الوفرة الغذائية خاصة بإفريقيا. 60% من الأراضي الصالحة للزراعة بإفريقيا ما زالت غير مستغلة، وهذا يعني أن إفريقيا ستكون حلقة كبرى ضمن سلسلة الحلول العالمية للأمن الغذائي. وهذه هي الطريقة التي نتعامل بها مع هذه الإشكالية، أي عوض أن تكون إفريقيا هي المشكل فهي في نفس الوقت الحل الصائب. لذا فدور الأسمدة أساسي. مداخلة المشاركين في هذه الندوة أكدت على ضرورة إقامة منظومة بيئية داعمة ودامجة تلبي احتياجات الفلاحين على وجه الخصوص. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نوه بجودة المداخلات والحلول المقترحة في مجال الانتقال نحو نظم فلاحية وغذائية مستدامة في إفريقيا، وأكد أن العالم يتغير والتحديات تزداد تنوعا، لكن الأمن الغذائي يبقى الأولوية خاصة في المناطق الأقل إنتاجية وعلى رأسها إفريقيا. وبالتالي فالزيادة في مردودية المحاصيل الزراعية أمر حتمي. نحن في حاجة إلى إنتاج المزيد وأكثر، لكن ببساطة في الإنتاج وبمدخلات أقل ومتطلبات مختلفة ومختارة. إذن الاستلهام من البحث يفرض علينا تغيير النموذج الذي تبناه الاتحاد الأوروبي وفرنسا من قبل، والذي كان يعتمد على الكيمياء. ورغم ما حققناه من مكاسب، يجب علينا أن نغير هذا النموذج حتى يعتمد أساسا على الروبوتيك وعلم الوراثة ويتكيف مع أنظمة سقي المتحكم فيها، وأخيرا معرفة أكبر بالتربة. المشاركون في الندوة أجمعوا على أهمية تغذية التربة المستهدفة في إفريقيا، وسلطوا الضوء أكثر على أهمية التأثير الكبير للتسميد المناسب والعقلاني للتربة حفاظا على جودتها، لأنها العنصر الرئيسي في تعزيز الدورات الزراعية المتعاقبة عليها. عندما نزرع النباتات في التربة تحتاج إلى مغذيات تمتصها عبر الجذور من داخل خزانات التربة، لكن بعد سنوات لم تعد الأتربة تحتفظ بهذه المغذيات، وبالتالي يجب إضافتها عن طريق الأسمدة مثل الفوسفات الذي لا يعتبر من الغازات الدفيئة. فإذا نحن نجدد العناصر الغذائية للزراعات التي ستستقبلها التربة. لا بوبولاسيون في الارض غادي وكتكثر، انا خصنا ننتجو اكثر، وهذه كانت واضحه اليوم مزيان. قلنا بان خصنا ننتجو اكثر، هي الاولى. كيفاش ننتجو؟ خصنا ننتجو حسن، خصنا ننتجو يخرج لينا عوض يكون عندنا 2 طن بالهكتار، خصنا نوصلوا 10 ويمكن نوصلوا 15. خصنا نقللوا الاشياء اللي كنحطوا في الارض باش ننتجو، ونكثروا اللي كيخرج. الانبوت يقلال والاوتبوت يكثر، وبالتالي هادشي كله كيدار بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار. الندوة خلصت إلى أن العلم والابتكار من شأنهما تلبية هذه الاحتياجات والزيادة في الإنتاج مع إزالة غاز الكربون بشكل أكبر. وقد أتاحت المناقشات بين الخبراء المغاربة والفرنسيين إلى تسليط الضوء على الشركات الناشئة المغربية الفرنسية، خصوصا دور كل منها في إطار أهمية التكنولوجيا الفلاحية في إفريقيا، وهي نماذج تعاون بهدف تحويل التحديات الغذائية إلى فرص مستدامة للقارة. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية بمقر هذه الإدارة السيد سيباستيان لوغورني وزير الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية، مرفوقا بمستشاره الدبلوماسي والملحق العسكري لدى سفارة فرنسا بالرباط.
المباحثات تمحورت خلال هذا اللقاء حول سبل أو وسائل الانخراط في هذه الحقبة الجديدة للعلاقات القوية بين المغرب وفرنسا، وشارك الاستثنائية الوطيدة وخارطة الطريق الاستراتيجية للسنوات المقبلة التي تم إطلاقها بموجب الإعلان الذي وقعه قائد البلدين. الجانبان أعربا في ختام هذا اللقاء عن الطموح والإرادة المشتركين لمزيد من توطيد وتطوير التعاون في مجالي الدفاع والأمن. غادر الرئيس الفرنسي فخامة السيد إيمانويل ماكرون رفقة حرمه السيدة بريجيت ماكرون المغرب بعد ظهر اليوم الأربعاء في ختام زيارة دولة للمملكة بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كان في وداع السيد ماكرون لدى مغادرة مطار الرباط صلاة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوج. محمد رضا العبيدي وتفاصيله. مطار الرباط صلاة ظهر اليوم، الرئيس الفرنسي فخامة السيد إيمانويل ماكرون رفقة حرمه السيدة بريجيت ماكرون يغادران في ختام زيارة دولة للمملكة المغربية بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي وداع السيد ماكرون رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، وبعد استعراض تشكيلة من القوات الملكية الجوية أدت التحية، تقدم للسلام على الرئيس الفرنسي أعضاء بعثة الشرف التي ضمت على الخصوص وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وسفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سيتايل. كما تقدم للسلام على الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد يعقوبي ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد عبدي وعامل عمالة سلا السيد عمر تويمي وممثل الهيئات المنتخبة وأعضاء سفارة فرنسا بالرباط، إلى جانب شخصيات أخرى مدنية وعسكرية. زيارة دولة عنوانها شراكة استثنائية وطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، تنهل من تاريخ طويل مشترك وروابط إنسانية وثقافية لترتقي بمستوى العلاقات بين البلدين، خارطة طريق استراتيجية للسنوات المقبلة وشراكة متجددة يعتزم قائد البلدين من خلالها إعطاء دفعة حاسمة للعلاقات المتميزة متعددة الأبعاد بين المغرب وفرنسا. قوامها ثقة، شفافية، تشاور مسبق، تضامن ومسؤولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفي اختيارات السياسة الخارجية، واحترام الالتزامات المبرمة. شراكة استثنائية متجددة تحدد الأولويات وتعطي الزخم اللازم لإنجاحها، والزخم يعززه أيضا موقف فرنسي واضح. حاضر ومستقبل الصحراء المغربية لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية. دعم فرنسي لمغربية الصحراء ومقترح الحكم الذاتي الذي ترى فيه باريس الإطار الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل مستدام ومتفاوض بشأنه طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. باريس جددت التزامها بمواصلة مواكبة جهود المغرب من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الصحراء المغربية. زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بلادنا بدعوة كريمة من جلالة الملك تميزت بتوقيع قائدي البلدين للإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، إعلان غايته تمكين البلدين من رفع جميع التحديات التي تواجههما بشكل أفضل
وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي. زيارة عنوانها أيضا 22 اتفاقية تعاون وقعت بين الطرفين لترسم مسار شراكة استراتيجية بين بلدين يؤسسان لمرحلة جديدة تتطلع إلى المستقبل. وكما أشرنا إلى ذلك في العناوين، حل اليوم وفد حقوقي من دولتي تشيلي والإكوادور ليطلع عن كثب على الوضع الحقوقي والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية. زيارة الوفد قادته للوقوف على عدد من المشاريع والمجازات التنموية المهمة بالعيون. تفاصيلها مع النعمة الداودي وصالح الرقيبي. من رأى ليس كمن سمع، لسان وفد الحقوقيين من دولتي الإكوادور والشيلي بعد زيارتهم الاستطلاعية لمدينة العيون عاصمة الصحراء المغربية. وفد جمعه لقاء مع والي جهة العيون الساقية الحمراء، تم خلاله التطرق للتطورات التي يعرفها نزاع الصحراء المفتعل، حيث اطلع الوفد على المكاسب والانتصارات الدبلوماسية الهامة التي حققتها المملكة المغربية في السنوات الأخيرة على صعيد تعزيز وحدتها الترابية وتكريس سيادتها على كامل ترابها الوطني. بعد ذلك قام الوفد الحقوقي بزيارة للمجلس الجماعي للمدينة العيون، حيث تم استقباله من طرف أعضاء وأطر الجماعة للاطلاع على ما تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة من تنمية وبنى تحتية أساسية بالمدينة. جاءوا باش يشوفوا الإنجازات ويشوفوا مدينة العيون، وش يعني قالوا عنهم كانوا اللي يسمعوا بالنسبة للعيون جبروه كل شيء مقلوب. عنهم كانوا ينقال لهم على العيون غير ثكنة عسكرية، ما كاين يعني بنايات، ما كاين منجزات، ما كاين أي شيء. وذا الشيء شافوه وعجبهم، يعني عجبهم قبالة على ذا الشيء اللي كانوا يسمعوا، بالعكس معكوس شافوا ذا الشيء. طلعناهم على يعني جميع المنجزات والمسائل اللي هي تعني مدينة العيون، وكان يعني انبهار بالنسبة لهم هذا الشيء اللي شافوا. Bueno, estamos profundamente impresionados por el desarrollo logrado en esta zona. نشعر بإعجاب كبير بالتطور الذي تحقق في هذه المنطقة، خاصة في السنوات الأخيرة. كما نرى المشاركة الاجتماعية في هيكل إدارة الدولة أمر إيجابي، وتسيير الشأن العام من طرف أبناء المنطقة هو أيضا شيء إيجابي. سننقل الصورة كما هي، وسنقول الحقيقة، ونصحح المغالطات. المغرب بذل مجهودا كبيرا في هذه المنطقة، وأعطى الأولوية لأبنائها، وعزز دور المرأة، واحترم الثقافات العريقة الموجودة في الصحراء وشمال إفريقيا. Participación de las personas, el rol de la mujer en la zona y el respeto por las culturas milenarias que existen en el Sahara y en el norte de África. Nosotros nos sentimos muy complacidos de estar aquí. نحن نشعر بارتياح كبير بوجودنا هنا، تعرفنا على الحقائق على أرض الواقع، ونحن مندهشون جدا من ما رأيناه. لا توجد أي انتهاكات لحقوق الإنسان. ما يوجد هنا هو تنمية مستدامة ومستمرة في وقت يعاني فيه العالم من أزمات حادة، لكن المملكة المغربية كانت قادرة على خلق الاستثناء بهذه المنطقة، وهو مثال يجب علينا التعلم منه وتعزيزه. Sostenible y sustentable. Eso es muy importante para nosotros, un ejemplo que hay que seguirlo cultivando, hay que seguirlo impulsando. اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط ومدينة المهن والكفاءات محطات ضمن برنامج يوم حافل للوفد الحقوقي الذي يقوم بزيارة استطلاعية لمدينة العيون للتعرف عن كثب على الوضع الأمني المستقر والتنمية المجالية التي تمس جميع جوانب الحياة في الصحراء المغربية، وتصحيح المغالطات والوقوف على حقيقة الوضع الأمني والسياسي والحقوقي والتنموي بالصحراء.
تم اليوم اللقاء مع وفد حقوقي من أمريكا اللاتينية، خصوصا من دولة الإكوادور ودولة الشيلي، محاميين ونقابيين معروفين. وقد كان اللقاء مع منظمات المجتمع المدني في الأقاليم الجنوبية، وقد تم استعراض التجربة، يعني تجربة المجتمع المدني في الأقاليم الجنوبية من خلال التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك يعني الآليات الوطنية، الآليات الإقليمية بالاتحاد الأفريقي، الآليات الدولية بكل من جنيف ونيويورك. كذلك تم التركيز كذلك على مواضيع مختلفة، أولا نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة وبشمال أفريقيا. تم تقديم شروحات وافية لهم عن عمل هذه المندوبية والأدوار التي تقوم بها في الدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهة الإدارة. تم أيضا تقديم شروحات حول الأدوار التي تقوم بها المؤسسة ومندوبيتها الجهوية في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان والحكامة الجيدة داخل الإدارة والمؤسسات العمومية. وبالتالي وضحنا لهم عن هذه الآلية المؤسساتية للوساطة الموجودة بالأقاليم الجنوبية، آلية مهمة تمكن المواطنين وساكني هذه الجهات من اللجوء إلى هذه المؤسسة في حالة وقوع أي ضرر أو شطط في استعمال السلطة من طرف الإدارة، وهذه الآلية هي مدافع عن حق المواطن متى تعرض لضرر من طرف الإدارة. قدمنا لهم مجموعة من المعطيات اللي محتاجينها في هذا المجال، اللي هو مجال كيفية عمل اللجنة في مجال الحماية ومجال نهوض ثقافة حقوق الإنسان، أو في مجال تقييم السياسات الجهوية انطلاقا من المقاربات الحقوقية. أعطيناهم أيضا لأنهم جايين من دول اشتغلت على العدالة الانتقالية، قدمنا لهم التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية من خلال تقديم تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، الفلسفة علاش بنات عملها والخلاصات ونتائج وخصوصية يعني التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية. جهة العيون الساقية الحمراء تتطلع لأن تكون قطبا اقتصاديا رائدا على الصعيد الوطني بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذلك بفضل العناية التي يوليها جلالته لهذه الأقاليم، خاصة فيما يتعلق بالتنمية السوسيو اقتصادية ومختلف المشاريع التنموية التي تم تنزيلها في الصحراء المغربية. وبمناسبة الذكرى 49 لعيد المسيرة الخضراء، تم تقديم مشاريع طرقية بمنطقة هديات تيوس بقلت الزمور، بالإضافة إلى انطلاقة تهيئة المدار السياحي وتهيئة الشطر الثاني للضيعة الفراحية هديات تيوس، مشاريع مهمة يأتي ميلادها ضمن مسيرة التنمية التي يشهدها المجالين القروي والحضري بالأقاليم الجنوبية للمملكة. التفاصيل مع محمد التروزي، المختار خيا ومحمد شارع. إلى الجماعة الترابية قلت الزمور وتحديدا بمنطقة وديات التيوس، مشاريع استثمارية كبرى أعطيت انطلاقتها بمناسبة الذكرى 49 لعيد المسيرة الخضراء. توسعة مشروع الإعداد الهيدروفلاحي لساقي أكثر من 1300 هكتار لإنتاج الذرة الكلائية وزراعة أشجار الزيتون أعطيت انطلاقة شطره الثاني، حيث قدمت للوفد الرسمي تفاصيله الإحصائية ووقعه الاقتصادي والاجتماعي على التنمية المحلية والساكنة بالجماعة الترابية قلت الزمور. احنا اليوم هون متواجدين في ودية تيوس. طبيعة الحال هذه ودية تيوس انطلقت من 2016، هو واحد مشروع ديال مخطط مغرب الأخضر ولا جينياسيون غرين اللي هي خاطته مع تعاون اتحاد الساقية الحمراء باش نديروا واحد 250 هكتار لزراعة الذرة الكلائية. هون اليوم احنا حاضرين في السنة الثانية من بعد الانطلاق السنة الأولى، إذن احنا هون في السنة الثانية اليوم. الإخوان زايرين هون باش يعطوا توسيع ديال هذا المشروع. هذا المشروع اليوم أصبح يشمل تقريبا 1304 هكتارات. يتم الوقوف على إعطاء الانطلاقة ديال الشطر الثاني للمدار الساقي أودية تيوس، ضيعة نموذجية اللي تم انطلاق الأشغال وكذلك استغلال الضيعة الأولية في الشطر الأول على مساحة 250 هكتار بمناسبة
ذكرى المسيرة الخضراء السنة الماضية، ونظرا للنجاح الكبير لهذا المشروع فاليوم يتم إطلاق الشطر الثاني منه، وخاصة أنه عرف دينامية اقتصادية مهمة جدا من خلق فرص الشغل وكذلك الرفع من الإنتاج الكلى على مستوى أوديتيوس. مسيرة التنمية بتفاصيلها المحورية والتي تهم العالم القروي كما الحضري بجهة العيون الساقية الحمراء تجعل العنصر البشري قطب الرحى في المشاريع الكبرى. ضمن هذا السياق أعطيت انطلاقة أشغال تهيئة فضاء ترفيهي بالجماعة يضم بيوتا سكنية إيكولوجية وفضاءة ترفيهية ومساحة خضراء ومرافق أخرى. مشروع يأتي ضمن إطار عام أساسه اتفاقية خاصة متعلقة بالبرنامج المندمج لتنمية السياحة الطبيعية والقروية بجهة العيون الساقية الحمراء. تم تدشين مجموعة من المشاريع، كما تم إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع المكملة، هناك فيما يتعلق بالطرق تقوية الطريق الوطني رقم 5، هناك المشروع الهيدرو الفلاحي الكبير على مستوى جماعة قلة الزمور، كما تم انطلاقة المشروع مهم سياحي يأتي اللي هو المشروع الترفيهي يأتي في إطار البرنامج المندمج لتنمية أقاليم الجنوب الموقع أمام أنظار صاحب الجلال. هذا المشروع المهم سيتم إعطاء انطلاقة دياله وبعد إنجازه يتم تتمته بمجموعة من المشاريع الأخرى أهمها تهيئة مركز الجماعة من خلال مجموعة من 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 المشاريع. المشروع هو عبارة عن أشغال بناء مرفق ترفيهي بجماعة قلة الزمور على مساحة الوعاء العقاري يعني تناهز 4000 متر مربع، ويتكون من وحدات سكنية المساحة ديالهم تتراوح بين 30 إلى 50 متر مربع، فضاءة اللعب للأطفال، فضاءة رياضة، فضاءة الكرة الحديدية ومساحة خضراء. والغاية من المشروع يعني تنمية السياحة بالمجال القروي لجهة العيون الساقية الحمراء. بنفس المنطقة دائما أعطيت للوفد الرسمي تفاصيل المشاريع المنجزة على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بالجماعة الترابية قلة الزمور. مشروع يسعى إلى الرفع من مستوى الخدمة لمستعملي الطريق وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية وتحديث وتثمين الرصيد الطرقي بالإقليم. فيما يخص قطع الطرق اللي هو كيدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والماء، تم إنجاز خصوصا في جماعة قلة الزمور التابعة لإقليم بوجدور، تم إنجاز عدة مشاريع خصوصا على الطريق الوطني رقم 5 على طول 76 كيلومتر، يتم تجديد الطبقة السطحية على بكلفة تصل 23.5 على ما بين الفترة دي 2022 إلى 2024، كما سيتم برمجة أشغال تقوية وتوسيع الطريق من 4 متر إلى 7 متر بكلفة تصل 100 مليون ديال الدرهم على طول 76 كيلومتر. مشروع تشييد مسلك قروي في إطار تنمية حليب البقر لفائدة تعاونية حليب الساقية الحمراء بالجماعة الترابية قلة الزمور أعطيت انطلاقته في خضم المشاريع الفلاحية والطرقية التي أعطيت انطلاقتها هنا، والتي تسعى إلى تنمية المجال القروي وتثمين المنتوجات الفلاحية وفك العزلة عن المحيط السقوي بمنطقة ودية تيوس. تمديد المشروع ديال الفلاحة اللي فيه المجموع ديالو 1300 هكتار سقوي اللي غيكون عنده واحد الوقع فائدة تعاونية والفائدة الكسبة أيضا. هناك أيضا إنجاز مجموعة من المسالك الطرقية اللي غات تعطينا واحد يعني تسهل الوصول للمقر التعاونية، وكاين المشروع ديال المقاطع اللي غات تقوم بها مديرية التجهيز والنقل، مقاطع طرقية أيضا على مستوى الطريق الوطني رقم 5 هي أيضا مهمة لفائدة الكسابة والمواطنين. هناك مشروع مهم حتى هو مشروع نقول عنه متكامل مع هذه المشاريع الفلاحية. انطلاقة مشاريع طرقية وأخرى فلاحية بالجماعة الترابية قلة الزمور يأتي ميلادها في إطار مسيرة تنموية متواصلة في مجالات مختلفة يسعى المشرفون على تفاصيلها إلى تنمية المجال وتثمين المنتجات الفلاحية وفك العزلة عن المجال القروي.
بالطنطان أشرف اليوم السيد عز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على حفل تنصيب السيد عبد الله شاطر عاملا على إقليم الطنطان. حفل التنصيب جرى بحضور والي جهة إقليميم ودنون، وتفاصيله مع حفظ محدار وعبد الرحيم حاجي. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عز الدين ميداوي يتقدم رسيم تنصيب السيد عبد الله الشاطر الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملا على إقليم طنطان. بعد تلاوة ظاهر التعيين هنأ المسؤول الحكومي العامل الجديد على الثقة التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة، مذكرا في هذا الصدد بالمسار المهني لعامل إقليم طنطان الجديد الذي راكم خلاله تجربة مهمة. كلمة سيد الوزير أبرزت عطفة ورضا صاحب الجلالة الذي ما فاتئ يوليه لرعاياه الأوفياء بهذا الإقليم المجاهد، داعيا العامل الجديد إلى الانخراط في مسار تنموي يواكب الدينامية التي شهدتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. يطيب لي بداية أن أبلغكم ومن خلالكم ساكنة إقليم طنطان رضا وعطف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي يولي رعاياه الأوفياء بهذا الإقليم عنايته السامية من أجل الارتقاء به إلى ما يطمح إليه جلالته من تقدم وازدهار. حضرات السيدات والسادة، يسعدني أن أتواجد معكم اليوم في هذا الحفل المتميز الخاص بتنصيب العامل الجديد لصاحب الجلالة على إقليم طنطان سيد عبد الله شاطر. هذا التعيين الذي يعكس الالتزام الثابت للمملكة بالإصلاحات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، ويؤكد على ضرورة مواكبة برامج التأهيل الحضري التي تشمل مجموعة من القطاعات الحيوية، منها النقل والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية. اسمحوا لي بداية أن أتقدم بخالص عبارات التهنئة للسيد عبد الله شاطر على الثقة المولوية السامية التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتعيينه عاملا على إقليم طنطان، وأن أعرب له عن أصدق متمنياتي بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. عامل صاحب الجلالة على إقليم طنطان عبد الله الشاطر ولد بتاريخ فاتح يونيو 1972 بالدار البيضاء، وهو حاصل على الإجازة في العلوم الاقتصادية وخريج المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات. تولى في العام 2015 مهمة مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء صطاد، قبل أن يحظى بالثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فعينه جلالته عاملا على إقليم واصر قبل أن يحظى مجددا بالثقة المولوية ليعين عاملا على إقليم طنطان، الإقليم الذي يرفع تحديات ورهانات تنموية كبرى وتتطلع ساكنته إلى تطور وازدهار يقاس بمكانة هذه المنطقة وتضحية رجالتها من أجل عزة وكرامة ووحدة الوطن. وبرنامج التنمية الدامجة لأبناء الجالية الإفريقية ضمن المؤسسات التعليمية العمومية بالعيون من البرامج التعليمية الهامة التي أولت اهتماما بالغا لهذه الفئة قصد توفير ظروف الدراسة الملائمة لهؤلاء. ريبورتاج محمد مصطفى خيا ومحمد مشنان. حقق برنامج التربية الدامجة لفائدة أبناء الجالية الإفريقية على مستوى إقليم العيون نجاحا هاما، وهو البرنامج الذي حرص المشرفون على قطاع التربية والتعليم بالعيون على إنجاحه وفق استراتيجية تروم تسهيل مساطر ولوج أبناء هذه الفئات للمؤسسات التعليمية في أحسن الظروف. مدرسة ابتدائية برانزاران كسائر المؤسسات العمومية التعليمية بالمديرية إقليمية بالعيون عملت منذ سنوات عدة على إدماج أبناء الجالية المنحدرة من إفريقيا جنوب الصحراء في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية وكذلك نصوص المذكرات التوجيهية، حيث يحظون بنفس الحقوق والواجبات كباقي المتعلمات والمتعلمين
باستفادته من التعليم الأولي بجميع فئاته والتعليم الابتدائي بجميع المستويات، وكذا مختلف الخدمات المقدمة طرف الأكاديمية الجهوية التربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء والمديرية الإقليمية بالعيون. ويستفيد اليوم أبناء الجالية الإفريقية بالعيون من كافة الحصص التعليمية التي تتضمن مجمل المواد الدراسية باللغتين العربية والفرنسية، حصص تقدم لهؤلاء في ظروف توصف بالجيدة والهادفة. نعيش هنايا في المغرب، نبغي التلاميذ الأساتذة عربي وفرنسي يقرونا مزيان. اسمي أمينة سميرة، عمري 9 سنوات، أقرأ في مستوى الرابع ابتدائي مدرسة بيرانزاران. تعلمت العربية في هذه المدرسة لأنني أحبها كثيرا. اسمي قاني بقري جيسي فيني وماروك وفيني فالكل بو ريتروني أو كودوفور. والعيون وكبقية قليمي المملكة هي قبلة لأبناء الجالية الإفريقية التي استفادت وفق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله من كافة البرامج، سواء منها الاجتماعية التعليمية الثقافية والرياضية. في شأن الثقافي، تنطلق مساء اليوم بإقليمين فعاليات الدورة 7 من مهرجان إقليمين الدولي لمسرح الجنوب الذي تنظمه سنويا جمعية أدوار للمسرح الحر. تظاهرة إشاعية تعرف مشاركة مجموعة من الفرق المسرحية من عديد ربوع المملكة تحضر لهذا العرض جديد أعمالها أمام جمهور أبي الفنون. مهرجان يستقطب عددا من الأسماء ذائعة الصيت في المشهد المسرحي، حيث يتضمن البرنامج العام بالإضافة إلى العروض المسرحية ورشات وندوات فكرية. الجمعية المنظمة حرصت قبيل انطلاق فعالية الدورة على دعوة منابر إعلامية لندوة صحفية سلطت الضوء من خلالها على أهداف وأهم فقرات وعروض الدورة الحالية. الدورة 7 لمهرجان إقليمين الدولي لمسرح الجنوب والذي تنظمه سنويا جمعية أدوار للمسرح الحر بإقليمين يكتسي هذا العام طابعا متميزا، وسينظم برؤية جديدة تعكس مصداقية هذه التظاهرة وتكرس حضورها الفعلي في المشهد الثقافي الوطني والمحلي والجهوي. التظاهرة أيضا ستحافظ على الدورات التكوينية الموجهة للشباب، وانتقيناها من خلال دراسة حاجيات الجهة خصوصا على مستوى الكتابة المسرحية والسينوغرافيا وأيضا تحريك الدمى تحت شعار شعرية المسرح. هذه الدورة هي 7 اللي غنقدموها بمدينة إقليمين، اللي غتستقبل مجموعة من العروض المسرحية المتنوعة، غتستقبل مجموعة من الفنانين والنقاد والدكاترة اللي غيغنيو الحقل الفني والمسرحي هنا بمدينة إقليمين. الزميل محمد نوار، ومن خلال تقريره التالي يطلعنا على جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الخميس من يومية الصباح، وكتبت: أعلن جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي يوم أمس الثلاثاء بالرباط أن بلاده أرفقت القول بالفعل بتعزيز حضورها القنصلي والثقافي بالصحراء المغربية، في إشارة إلى افتتاح قنصلية وفرع للمعهد الثقافي الفرنسي، إضافة إلى تحيين خريطة المغرب ونشرها على الموقع الرسمي لوزارته. وجدد الوزير الفرنسي خلال لقاء صحفي عقب مباحثات مع ناصر بوريطة عزم بلاده تطوير شراكة مغربية فرنسية في مجموع تراب المملكة بما في ذلك الصحراء المغربية، مذكرا بالخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام مجلسي البرلمان، والذي أكد فيه أن حاضر ومستقبل الصحراء يدرج في إطار السيادة المغربية.
يومية الأحداث المغربية كتبت في عددها الصادر يوم غد الخميس أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس الثلاثاء بالرباط أن الاستثمارات العمومية لبلاده ستستمر بالمملكة المغربية بما فيها الصحراء، وأبرز ماكرون أمام أرباب المقاولات والفاعلين الاقتصاديين في ختام لقاء ريادة الأعمال المغرب فرنسا أن المملكة هي الزبون الأول للوكالة الفرنسية للتنمية من حيث الاستثمارات، مضيفا أن الوكالة ستواصل تمويل المشاريع بالمملكة بما فيها تلك التي تنجزها المقاولات الفرنسية بالصحراء، وأكد أن فرنسا تعتزم تطوير شراكة اقتصادية عادلة ومريحة للجانبين مع المغرب بالنظر إلى أوجه التكامل المتعددة بين اقتصادي البلدين. كما سلط الرئيس الفرنسي الضوء على الشراكة الصناعية القائمة في عدة مجالات داعيا إلى مزيد من الإدماج لسلاسل القيمة في مواجهة سياق إعادة الهيكل الإقليمي للرسوم. من جهة أخرى أعرب ماكرون عن أسفه لاضطرار بعض المجموعات المالية الأوروبية والفرنسية إلى مغادرة إفريقيا. تفاصيل أكثر بخصوص الموضوع تقرؤونها في عدد يوم غد من الجريدة. صحيفة تروسون سوسونت الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية أعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم أمس الثلاثاء بالرباط أن فرنسا تعتزم تعزيز حضورها القنصلي والثقافي بالصحراء المغربية من أجل إحداث رابطة فرنسية. وقال الوزير الفرنسي خلال لقاء صحفي عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة: سنعمل على تعزيز حضورنا القنصلي والثقافي من أجل إحداث رابطة فرنسية. وجدد رئيس الدبلوماسية الفرنسية بهذه المناسبة عزم بلاده تطوير شراكة مغربية فرنسية في مجموع تراب المملكة بما في ذلك الصحراء المغربية، مذكرا بالخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي فخامة السيد إيمانويل ماكرون أمس أمام مجلس النواب، والذي أكد فيه أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. تفاصيل أكثر بخصوص الموضوع تقرؤونها في موقع الجريدة. صحيفة إسبريس الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده ستنشط دبلوماسيا في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب حلا لنزاع الصحراء. وقال ماكرون في خطاب أمام الجالية الفرنسية بالمغرب في اليوم الأخير من زيارة الدولة التي بدأها الاثنين للمملكة: سوف ننشط دبلوماسيا داخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بغية الإقناع بأن الحل المغربي هو الحل الوحيد. وأتى كلامه غداة خطاب أمام البرلمان المغربي جدد فيه تأييد بلاده لسيادة المملكة على هذه المنطقة المتنازع عليها منذ عقود مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وقال ماكرون: بالنسبة لفرنسا يندرج حاضر هذه المنطقة ومستقبلها في إطار السيادة المغربية. صحيفة بيان اليوم كتبت في عددها الصادر يوم غد الخميس أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتاي يوم أمس الثلاثاء بالرباط أن وزارتي الداخلية المغربية والفرنسية وضعتا إطار عمل مشترك واضح للمضي قدما معا في مواجهة الرهانات ذات الاهتمام المشترك. وقال الوزير خلال ندوة صحفية عقب مباحثاته مع نظيره المغربي عبد الوافي الفتيت: إن الجانبين اتفقا على العمل سويا بشأن هذه الرهانات من خلال إطار للقاءات والعمل الدائم على قضايا الهجرة والتي ينبغي أن نستفيد منها بشكل كامل. وأشار في هذا الصدد إلى أن الجانبين سيشتغلان على خارطة طريق ثنائية لتحديد الأهداف بخصوص مجمل الرهانات ذات الاهتمام المشترك. كما أكد الوزير الفرنسي لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت التزامه الكامل واستعداده التام للقدوم إلى المغرب كلما دعت الضرورة لمواصلة هذه المحادثات في جو من الثقة والشفافية، مضيفا: ناقشنا الرهانات الثلاثة الكبرى التي تواجه المغرب وفرنسا والتي نعتزم العمل سويا بشأنها بشكل حازم ومعمق. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم عبد الله وأحمد والخطاط الفقيد أحد أعيان أوجاء قبيلة أولاد ديم لديكات. الفقيد كان من الرعيل الأول لأعضاء جيش التحرير، حيث عرف بكفاحه من أجل تحرير وطنه من المستعمر واستكمال وحدته الترابية، كما تجند في العمل الدبلوماسي والسعي الحثيث لاستكمال الوحدة الترابية، إذ مثل المغرب في جموع عامة لمجلس الأمن للمطالبة باستقلال الصحراء من الاستعمار الإسباني. تولى المرحوم عدة مناصب أبرزها عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم بوجدورة عام 1979. وبهذه المناسبة تتقدم أسرة القناة إلى أسرة الفقيد الكبيرة والصغيرة بأحر التعازي وصديقي المواساة. وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد نجم والمصطفى والجامع عن سنين تنايز 95 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة الشرفاء رقيبات أولاد موسى.
وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة الزهرة القواسرية عن سنين تنازل 90 سنة. الفقيدة تنتمي لقبلة أيتب عمران، وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم بخالص العزاء إلى الزميل حسن القواتلي. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة فاطمة بنت بشري ولي العربي بنيلة عن سنين تنازل 79 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة تركزة. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة صفية بنت مبيريك ولي مبرم عن سنين تنازل 57 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة يقوت أهل البلالة. تغمد الله الجميع بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الآن نصل إلى الورقة الخاصة بأحوال الطقس المرتقبة خلال 24 ساعة القادمة بحول الله، حيث من المتوقع أن تظل أجواء مستقرة مع مرور السحب العليا بالمنطقة بوجه عام. نقيس درجات الحرارة نستهلها من العاصمة الرباط، ومن المتوقع أن تسجل 21 مئوية. اثنين وعشرون بسيدي إفني، 25 بقليميمة، 29 بالعيون، 27 ببوشدور. ثلاثون بالقويرة، 24 بالداخلة. بالنسبة لحالة البحر على طول السواحل الجنوبية للمملكة، سيكون قليل هيجان الهائج، وعلو الموج سيصل إلى 2 متر بحول الله تعالى. شروق الشمس غدا بحول الله تعالى مدينة العيون سيكون على الساعة 8:03، أما غروبها فعلى الساعة 7:12. مقاييس درجات الحرارة ببعض المدن والعواصم المجاورة لبلادنا، 25 بتندوف، 32 بالرابوني، 31 بنواكشوط، و 36 من المتوقع أن تسجل بالعاصمة المالية باماكو. إلى التذكير بالعناوين. جلالة الملك يبعث برقية تعزية ومواساة إلى صاحبي الجلالة الملك دون فيليب السادس والملكة دونيا ليتيسيا على إثر الفيضانات التي اجتاحت منطقة بالنسيا. جلالته بعث أيضا برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ويعطي جلالته تعليماته السامية لوزير الداخلية بإجراء اتصال هاتفي مع الوزير الإسباني لإخباره طبقا للتعليمات الملكية السامية أن المغرب على تم الاستعداد لإرسال فرق إغاثة وتقديم كل المساعدات الضرورية لإسبانيا من أجل مواجهة هذه الكارثة الطبيعية. وبالقصر الملكي بالرباط، جلالة الملك يقيم مؤدبة عشاء رسمية على شرف رئيس الجمهورية الفرنسية، فقامت السيد إيمانويل ماكرون وحرمه السيدة بريجيت ماكرون والوفد المرافق له بمناسبة زيارة فخامة للمملكة المغربية بدعوة كريمة من جلالة الملك. والجمهورية الفرنسية تعلن اعتماد الخريطة الرسمية للمملكة المغربية تشمل صحراءها، كما تعلن تعزيز الحضور القنصلي والثقافي بالصحراء المغربية في إطار إجراءات الموقف الفرنسي الداعم للسيادة المغربية على الصحراء. ومن العيون، رصدنا لزيارة وفد حقوقي من دولتي الشيلي والإكوادور ليطلع على المجازات الحقوقية والتنموية التي تشهدها الصحراء المغربية. ختام نشرتنا المباشرة من قناة العيون، أطيب المنى والسلام عليكم.